جاوبا على سؤالكم المتعلق بتقييم المشاركة المغربية أو المشاركة المنتخب الوطني خلال كأس العالم بالمنظم بقطر. أول حاجة هو هذا العمل كله ما يمكنش يتم إلا أنه كاين واحد الإرادة مولوية تحت صاحب الجلالة الملك محمد السادس اللي منذ تولي العرش وهو يهدف إلى تمكين المغرب من المؤسسات الرياضية للتكوين وكذلك إحداث ملاعب رياضية كبيرة على المستوى الوطني بغية الرقي بهذه اللعبة اللي هي لعبة شعبية. وكانت عدة مرافق أو مؤسسات اللي نشأها الملك محمد السادس نصر الله، منها أكاديمية الحسن محمد السادس للتكوين والتربية في مجال كرة القدم اللي عرفت خرجت مجموعة من اللاعبين واللاعبات. الآن المغرب هو تحصد واحد ثمار ديال واحد السلسلة ديال الإنجازات اللي دارها جلالة الملك. عموما بالمرور إلى 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 الدور الذي لعبه المنتخب الوطني اليوم، حنا واحد الإنجاز اللي أنا عشته تاع 1986 اللي هو كنا تنسهروا اللي باش نشوفوا ماتشات المنتخب ونفرحوا بها. اليوم هذا المنتخب فاق كل التوقعات وادانا الى نصف النهائي. بعض المغاربه سامحهم الله وبعض الصفحات الفيسبوكيه وبعض الناس ما عطاش بغاو يدوا كاس العالم، ما يمكنش. شفنا ظلم الفيفا اليوم، يعني عده مسائل تنشكروا هاد الناس وما نكونوش عدميين وما نكونوش حنا ناس تنشوفوا بواحد المرآة تحت السوداوية لهاد الكرة. اليوم المغاربة من حقهم يفرحوا بمنتخب قوي، منتخب اللي قبطوا والدي درك راكي على بعد 3 أشهر من كأس العالم ووصلنا لهاد المرحلة اللي دول عظمى كانت تتمنى ان توصل لهذا الربع النهائي. تقصت البرازيل، تقصت اسبانيا، تقصت بزاف تاع الدول، المدارس الكرويه كبار، بلجيكا، المانيا. ونجو حنا اليوم نقول اننا الطموح كان عندنا ارتفع، ولكن ما نكونوش واحد سميتو نكونوا شي شويه عدميين ونضربوا هذه المجهودات اللي تقب. اليوم اللي خاصنا ان نعرفوا ان العالم ولا تعرف كي كان الحسن الثاني رحمه الله عليه قال لك العالم ولا تعرف المغرب بصعيد عويطه. اليوم العالم تعرف المغرب بهاد الولاد بهاد الطبقه لانه يعني عارف انتشار كبير للمغرب واسم المغرب وتسويق للمغرب. اليوم خاص الجامعه الملكيه انها تستمر هذا الانجاز وكذلك الحكومه، ويا ربي تكون لي عندنا حكومه وفريق حكومي بحال فريق الركراكي. طبعا نحب نوضح الفكره الصغيره اللي نحن عشناها مع الفريق المغربي، وعشنا اللحظة أول بأول ضمن المونديال بمطعمنا المتواضع في مراكش سرايا السلطان، بالإضافة إلى كل اللحظات اللي احنا عشناها بالمونديال. وكنا عم نشجع الفريق المغربي اللي هو كان الفريق العربي الأول اللي تأهل لكأس العالم. ضمن إنجازاته والقوة الفريق وقوة المدرب، إن شاء الله ربي يحفظه ويحفظ الفريق فردا فردا، اللي وصلوا لهي المرحلة القوية اللي هن عملوا إنجاز قوي، مما للشعب المغربي ومما للفريق المغربي ومما للأمة الإسلامية اللي هن أوصلوا رسالة. كان المونديال في قطر وكنا نحن متمنين يكون ياخذ الكأس العالم فريق عربي، والحمد لله كانت المؤشرات كلها تواصل للفريق المغربي لأنه عملوا إنجازات كثير قوية. رغم وصلوا لحد معين كمان نشكرهم ونشكر المدرب ونشكر الشعب المغربي على هذا الإنجاز والتشجيع اللي كان موجود في الشارع المغربي والمونديال. أما المرحلة اللي وصلوا لها كمان نعتبره إنجاز قوي جدا كفريق عربي وإسلامي، رفع الراية الإسلامية والعربية في كل العالم. هلأ في ملحوظة صغيرة أنا بحتفظها لنفسي ولقيتها بالشارع المغربي، أنه كل العالم العربي متعاطف مع الشعب المغربي ووحد الراية الإسلامية والعربية بهذا المونديال. وإذا بتلاحظوا كان الموضوع في الشارع القطري كان كله عم يندد ويشجع الفريق المغربي، وهذا دليل انه عمل انجاز قوي لوحد الدوله الاسلاميه، وحد العرب، وحد المسلمين مع بعض وخلاهم تحت رايه واحده. نحن ما بنختلف باللغه ولا بنختلف باللهجات ولا بالعلم، بس ولكن نختلف بالافكار اللي دسوها علينا المستعمرين، بس لهذا الشيء نحن باي وقت وباي زمان راح نكون صاحيين لهذا الشيء. الكره كرانا والملعب ملعبنا والكاس كاسنا ان شاء الله، وراح السنه المقبله ان شاء الله راح نكون الكاس النا باذن الله.
أشكرك وأشكر لقائك الطيب. يعني أول شيء نحن كمغاربة وكإعلاميين ممكن أن نكون فرحانين بهذا الإنجاز اللي حققه المنتخب الوطني اللي نقدر نقول أنه كتب التاريخ. أصبح الإنجاز تاع 1986 يعني من الماضي من الأطلال. الناس اللي قاموا بذلك الإنجاز فكنشكرهم، لكن هذا وقت نتاع الجيل 2022. شكرا نصيري، شكرا زياش، شكرا أمراب، شكرا الجميع على النصر الوطنية على هذه القتالية وعلى هذه الروح اللي لعبوا بها باش ندهو يعني على البطولة وعلى يعني على الارتسامات. باش نكونوا واضحين، ما كانش يعني أبعد المتفائلين ما كناش نقولوا أنه المنتخب الوطني غادي يوصل للنصف النهائي وغادي يلعب الترتيب، لكن الحلم يعني مباراة بعد مباراة كيكبر. هذا هو السر اللي عند وليد، أنه كل مقابلة كيلعبها على حدة يعني كيفكر فيها كيخطط لها وكيلقى لها السر وكلمة النجاح. كنشكروا الناخب الوطني اللي خلانا أنه نكونوا متيقنين أنه عندنا واحد الفريق اللي نقدروا نعولوا عليه باش نرجعوا الناس اللي ما عجبهمش الحال. يعني هذا الشيء اللي وصل للمنتخب الوطني، كيفاش أنه منتخب عربي إفريقي لأول مرة كيوصل للمربع الذهبي وما نكونوش فرحانين؟ بالعكس، احنا فرحانين وفخورين بهذا المنتخب هذا. يمكن لنا إلا نكونوا يعني وراء هذا المنتخب، ويعني بزاف الناس اللي ما كانوش كيتبعوا الكرة ولاو كيتبعوا الكرة بسبب هذا المنتخب هذا. كنتمنوا لهم التوفيق وإن شاء الله احنا جاهزين باش نحتفلوا معهم وباش نفرحوا معهم عند وصولهم إن شاء الله يعني الأرض الوطن. يعني كنتمنوا أنه ما يكونش هذا هو آخر إنجاز لهم، وأنه ما تكونش هذه غير طفرة بحال طفرة نتاع 76 86 2004. لا، يكون واحد العمل قاعدي. فعلا هناك واحد العمل قاعدي، ما يمكنناش ننكروا يعني الدور تاع أكاديمية محمد السادس اللي تشنى جلالة الملك واللي عطات واحد يعني واحد القاعده للفرق الوطنيه والمنتخبات الوطنيه. لا 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 للمنتخبات السنيه ولا الفئات العمريه ولا كذلك المنتخب الاول. الشيء اللي خلى انه يعني هذا المنتخب اللي نتاع 2022 يبرز ويبان بقوه. كنشكركم مره اخرى. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.